السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، هذا العالم المعروف الذي كان هو المرجع الأعلى في حياته، اختصر هذه القضية. كان أكو في نواحي الحلة رئيس شرطة، ولكن هذا رئيس الشرطة كان يتعامل مع الناس بمنطق رئيس الدولة، كأنه رئيس دولة، ويظلم ويعتدي ويؤذي ولا يصلي ولا يصوم. بس لا يصلي ولا يصوم ذنب بينه وبين ربه، ولكن الأفظع من ذلك كان يظلم الناس، يؤذيهم، يعاملهم بالعنف. الناس هم يلجؤون إلى الوجهاء، الوجهاء ما يجي منهم شيء. يقول أحد الوجهاء: ذهبت إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعد الزيارة إجا في بالي أن أذهب إلى سيد أبو الحسن رحمة الله عليه وأشكو عنده هذا رئيس الشرطة اللي يظلم. فرحت وشكيت له وقلت له: هكذا يفعل، هكذا يظلم، هكذا يعتدي. السيد قال لي أنه متى ترجع إلى الحلة، يعني أطراف الحلة؟ قلت الليلة. قال: روح له إلى هذا رئيس الشرطة، وما كان على خط أهل البيت، بالذات كان يأذي اللي هم على خط أهل البيت، قل له أن السيد أبو الحسن يسلم عليك ويحب يشوفك. قلت له: سيدنا، هذا رجل بعيد خارج عن الجادة، ولعله مو مناسب. قال: اسمع كلامي. يقول: أنا رحت عنده وقلت له: أنا كنت في النجف وزرت المرجع الأعلى السيد أبو الحسن، هو سلم عليك ويحب أنه يشوفك. فيقول هو بعصبية قال: أنا ما لي شغل بالسيد أبو الحسن، أنا ما لي شغل بعلماء الدين، ما أروح عنده، أنا ايش علي بهؤلاء؟ يقول بعدين شوية فكر وقال لي أنه أنا اليوم حالق لحيتي، فمع هذا الوضع أروح يمسد أبو الحسن هذا مو مناسب، انتظر كم يوم حتى تنبت لحيتي بعدين نروح معا أسد أبو الحسن. قلت له: ما يخالف. يقول انتظر أيام ونبتت لحيته شوية وذهبنا معا إلى أسد أبو الحسن. يقول قبل قلت له: خلينا نروح إلى مرقد أمير المؤمنين، مدفن أمير المؤمنين. يقول إجا ولأول مرة يشوف هذا الوضع وهذه القبة وهذا الضريح والأفواج البشرية المتزاحمة على حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فانبهر وما يعرف شو يسوي، ما يعرف وين يدخل وما الذي يقول، كل شيء ما يعرف. يقول فعلمته، قلت: هنا تعال إذن الدخول كذا كذا. يقول هو هواي انبهر. بعد ما كملنا رحنا إلى سيد أبو الحسن، السيد أبو الحسن أخذ إلى جانب وحده وأنا قاعد بعيد ولكن أسمع ماذا يقولان سيد أبو الحسن ورئيس الشرطة. سيد أبو الحسن قال له: سمعت أنك رئيس الشرطة في منطقة العباسيات اللي هي من توابع الحلة. قال: نعم. قال له: أنه الحكومة كل شهر ايش قد تعطيك؟ قال: 14 دينار. 14 دينار ذاك الوقت مبلغ هائل كان. قال: لكن هذا المبلغ لمثلك رئيس شرطة والناس يروحوا له ويجوا له وعنده مصارف، هذا قليل. قال: إيه، لكن شو نسوي؟ يجب أن نقنع. سيد أبو الحسن قال له: أنا من هذا الشهر أقول لوكيلي في الحلة كل شهر يعطيك 14 دينار، الحكومة تعطيك 14 دينار، أنا ما أقول لوكيلي في الحلة يطيب 14 دينار، وهذا المطلب سر بيني وبينك، أي واحد ما يعرفه وبين الوكيل، ما حد ما يعرف بهذا المطلب. هو هواي صغر أمام السيد. بعدين السيد قال له: ولكن أكو فرق بين هذا المال وبين مال الحكومة. 14 دينار مال الحكومة، هذا مال حلال مختلط بالحرام، أموال الحكومات بعد حلال وحرام بها، ولعله كل حرام هذا المال اللي يطولك، ولكن هذا المال اللي أنا أعطيك وكيلي يعطيك هذا مال كل حلال،
وهذا المال لا يعطى إلا للمصلين. قال إيه سيدنا أنا أصلي؟ هو ما مصلي ركعة في حياته. قال لا إيه سيدنا أنا أصلي. قال بارك الله فيك. بعد ما راد يطلع السيد يواش همس في أذنه قال لا تنسى الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واظب على الصلاة لا تترك الصلاة. يقول طلع، يقول طلع وهو متغير تغير كامل. يقول قال خلي نروح على السوق، اشتريت إلى سبحة وتربة، وقال أنا من اليوم تبت ومن اليوم تعال إلى بيتي علمني وعلم أبنائي الصلاة. يقول أنا رحت وعلمته الصلاة، علمت أولاد الصلاة، علمت زوجته وبناته الحجاب. يقول من ذاك اليوم انقلبوا انقلابا كاملا، انقلاب، صار خوش رجال، يصلي يصوم، المهم بناته محجبات، زوجته محجبة، لا يظلم الناس ببركة هذا التعامل. الحكمة والموعظة الحسنة. شنو معنى الحكمة؟ الحكمة المنطق العقلاني، البرهان هذا وسيلة. والموعظة الحسنة شنو هي الموعظة؟ تحريك العاطفة. الحكمة تحريك العقل ليثيروا لهم دفائن العقول. الموعظة الحسنة تحريك العاطفة، تحريك الوجدان. وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال هذه هي الوسيلة الثالثة، الجدل، الإفحام. الإفحام يعني تستدل على الخصم بما يسكته، جواب نقضي. تقول تعتقد بصحيح الكذائي؟ والصحيح الكذائي يقول، أشار إلى بيت المرأة وقال منها هنا تخرج الفتنة، منها هنا يطلع الشيطان رأسه. إذا تعتقد بهذا الكتاب، هو هذا الكتاب يقول بيت المرأة بيت الفتنة وبيت الشيطان، هذا جواب شنو هو؟ جواب إفحام. وأي وسيلة ثانية؟ حتى بالمال، ابنك تريد تشوقه إلى الصلاة ما يصلي، بالإقناع ما يفي، بالحكمة ما يفي، بالموعظة ما يفي، بالمال واحد يعطيه جائزة كل يوم تصلي أعطيك دينار ما في إشكال، هذه وسيلة. الآن يصلي بطمع المال ولكن شوي شوي يتعود ذلك. المكافأة، الجائزة، المال، بأي وسيلة ممكن، ماكو فرق بين الوسائل.